قبلك كنا لا شيء وكانوا الشيء كله، ابدا لم يحفظوا الامانة وكفروا بنهضة الله وفسروا تواضعنا بها وطيبتنا تخلفا. وجئت تحمل يا سيدي كتابك في يمينك والقلم العظيم الذي يخط تاريخ الاخرين، ورفضتنا النعم ورفضتهم جزارين، وبدأت كتابة التاريخ وما زلت في غيبتك. غيبوك تماما ولذات الاسباب التي قتلوا فيها جدك في كربلاء، وسمموا الاخرين. هل تعلم ان الائمة الاثنى عشر عليهم السلام اثنان منهم دعوا قتلا، وتسعة مسممين، والامام المنتظر الغائب. ممنوع عليكم اهل البيت ان تكتبوا التاريخ ولو لمرة واحدة. لان كتابتكم لا تنحى، ولكنهم نفوا لأهل غباوتهم ان ليس اخلد من مداد الدماء وليس اسطع من نور الخباء. من اين ابدأ بالحديث عنك وكيف ارتقي وانت امامي في كل لحظة، في كل حركة، في كل موقف التجو اليك في سري وفي علني، ابحث عنك فاجدك فيك، واراك في صيدا بوابة الجنوب، واراك في سور قاهرة الاسكندر، واراك في بيروت وفي برج رحال وفي النبطية وفي كل قرية، اراك في حوراء وفي مليحة، واراك في عائدة، اراك في مصطفى شمران، واراك في بلال فحص، واراك في محمد سعد، واراك في عجال حزاوي، واراك في عجال حلباوي، اراك في داود وفي محمود، اراك في كل اخ وفي كل اخت، اراك في تراب الجنوب، واليوم اراك في سماء البقاع.